تعزيز النمط الصحي السليم، وبالتالي عملت مبادرة مع شركة نسلي مع نصحة أبنائنا، واللي انبثق منها تطبيق سمكة بطوني لتعزيز شرب المياه. سمكة بطوني هي تعمل على أنه تراقب كم يشرب الطفل مي في اليوم عن طريق الأهالي، بتنزل على تطبيق الموبايلات تبعت الأهل، والأهل بيحطوا كم يشرب طفلهم مي في اليوم، وكل ما شرب مي صحية مش مشروبات سكرية بيعطيه ستار. وهيك عم نشوف انه كل ما شربت مي صحية كل ما كانت السمكة سعيدة، وبالتالي الطفل شرب مي أكثر، وكان توعية للأهالي بمعلومات بتطلع لعندهم على الموبايل تذكرهم انه المي مهمة جدا لهم ولأبنائهم. ودائما نتمنى لكم الصحة والسلام. منظومة الصيدلة الذكية هي منظومة عبارة عن تنقسم إلى قسمين، خدمة المرضى الداخليين وخدمة منظومة صيدلة ذكية للمرضى الخارجيين. هدفهم خدمة المرضى وخدمة المجتمع الطبي من دكاترة وصيادلة وممرضين. فوائد الصيدلة الذكية هي الحفاظ على سلامة المرضى وإسعادهم، البعد عن الأخطاء الطبية، زائد تطبيق منظومة صحية متكاملة في المجتمع الصحي والمجتمع الطبي.